ثم بعد ذلك بدأ التوسع قليلا فيها إلى أن جاء الإمام العز بن عبد السلام. والإمام العز بن عبد السلام له كتاب رائع اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهذا أسبق من الإمام الشاطبي. الإمام العز بن عبد السلام وهو شافعي المذهب وهو أسبق من الإمام الشاطبي ألف كتابه قواعد الأحكام، ويشتمل على كثير من المقاصد، إذ يذكر كثيرا من الأحكام ويذكر مقاصد الأحكام، حتى أنه ذكر عبارة يمكن أن يبنى عليها فيقول: مصالح الخلق الأخروية لا تعرف إلا بالوحي، ومصالح الخلق الدنيوية إنما تعرف بالتجارب والعادات والعقل، بالعقل والتجارب والعادات. فقوله هذا ركيزة يمكن أن ينطلق منها ويبنى عليها. ثم بعد ذلك جاء الإمام الشاطبي، جاء الإمام الشاطبي وألف كتابه الموافقات، وأصله أصل هذا الكتاب التعريف بأسرار التكليف، التعريف بأسرار، حتى داخل يعني الأسرار وهي معنى من المعاني، معاني المقاصد. لذلك عندما يعرفون المقاصد يقولون هي المعاني والحكم والأسرار والأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها. ثم بعد ذلك غير، هناك قصة ظريفة تذكر ربما من أراد أن يطلع عليه يرجع إلى مقدمة كتاب الموافقات، كيف غير العنوان من التعريف بأسرار التكليف إلى الموافقات. قصة ظريفة يمكن أن ترجعوا إليها لأن المقام لا يسع لذكرها ولبيانها. فتكلم الإمام الشاطبي، كتابه الموافقات ليس خالصا في المقاصد، يعني هو كتاب أصولي لكنه أدخل فيه المقاصد وجعل المقاصد ينداح ويتغلغل في علم أصول الفقه، إذ ألف الكتاب على خمسة كتب، أو هذا الكتاب جعله على خمسة أقسام. القسم الأول مقدمات، والقسم الثاني تكلم فيه عن الحكم الشرعي، الحكم الوضعي والحكم التكليفي، والحكم الثالث تكلم فيه عن المقاصد، تكلم فيه عن قصد الخالق من تكليفه للعباد، وذكر أنواع المقاصد، وذكر الضروريات، وذكر الحاجيات والتحسينيات، وذكر المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية، وذكر التكميلي وما يترتب على فوات التكميلي وما يترتب على فوات المكمل والمكمل، ذكر أحكاما كثيرة. طبعا القسم الأخير تكلم فيه عن الاجتهاد والتقليد، وذكر فيه بعض الفوائد المتعلقة بالمقاصد. فكتابه الموافقات هذا يعتبر، يعني لذلك هو اشتهر، يعتبر هو أشبه بالكتاب العلمي المتوسع في المقاصد. ثم بعد ذلك توالت الكتب، جاء في طبعا الإمام السالمي ذكر المقاصد، تعرض لها في القياس، عندما تناول القياس تكلم عن المناسبة وقسم أنواع، ذكر المناسبة وأقسامها، ذكر أيضا الضروري والحاجي والتحسيني، وذكر أمثلة كثيرة على المقاصد، إلى أن جاء الإمام ابن عاشور ألف كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وتوسع فيه وحاول أن يجعله علما مستقلا، يعني أراد أن يكون أن تكون مقاصد الشريعة علما مستقلا بمنأى عن أصول الفقه، وقعد له وذكر مقاصد عامة يمكن أن يبنى عليه، خاصة المقاصد المتعلقة بالمجتمع، المتعلقة بالحرية، المتعلقة بالعدل، أسهب فيها وذكر أمثلة كثيرة عليها. وبعد ذلك في الوقت المعاصر توالت الكتابات، طبعا في عصر الإمام بن عاشور وجدت كتب كثيرة أيضا، منها كتاب مقاصد الشريعة ومكارمها للشيخ علال الفاسي، أيضا كتاب جيد، حتى هناك خلاف منهم الأسبق، هل الإمام ابن عاشور هو الأسبق أو الشيخ علال الفاسي، هناك أخذ ورد بينهم، وإن كان الدكتور الريسوني يرجح أن الأسبق هو الإمام ابن عاشور. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات المعاصرة كثيرة، لكن من أهم الكتب المعاصرة التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم كتاب مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة للدكتور اليوبي، كتاب رائع وقيم ومنظم، ويمكن أن يكون أن يتخذ منهجا للتدريس، يمكن أن استفاد من كتب المقاصد السابقة وأصل لها وذكر المؤلفات السابقة واستفاد من الإمام الشاطبي كثيرا. كذلك هناك كتاب معاصر وجيد، من الجيد أن يستفاد منه، وهو كتاب تفعيل مقاصد الشريعة، وهو للدكتور عطية، دكتور جمال الدين عطية، كتاب مهم تكلم عن تفعيل المقاصد
في الواقع العملي. طبعا هناك طرق الكشف عن المقاصد ايضا، كتب ألفت في طرق الكشف عن المقاصد، فالكتب المعاصره كثيره في جانب المقاصد، اكثر يعني ربما تتجاوز اكثر عن 150 مؤلفا في هذا الجانب، فضلا عن الدراسات الاكاديميه والبحوث المحكمه والندوات التي اقيمت حول المقاصد. فالمقاصد موضوع حيوي، ويمكن ان يكون بوابه لاجتهاد معاصر واع يستفاد فيه من المقاصد في توظيف الادله الشرعيه بالاجتهاد الواعي، الاجتهاد المناسب.